جرام، لانه دائما من 200 ملي جرام ل 240 بيكون يعني بلشت مشكله الكوليسترول. طبعا فوق ال 240 بتكون المشكله خطيره، بلشت موجودة. تتاثر على القلب وعلى الشرايين. هلا الاعراض اكثر شيء بنلاحظ تضيق بالشرايين، يعني بشعر الشخص مثلا تعب، نعاس، خمول، شرايينه متضيقه، الم بالارجل كمان لما يقوم باي مجهود او نشاط بدني، في وجع بالارجل من بلاحظ الشخص. بلاحظ كمان هلا كل واحد يجري بوجعه ويصير يقول عندي كوليسترول. لا بس هو يعني ياخذ بعين الاعتبار نعم، الفحوصات المخبريه، يعني هي بعدين بتبين له انه الاعراض اللي عنده اذا في من هاي الاعراض، عشان لانه الفحص المخبري بيكون مبين. اكيد بيكون دقيق وباكد له، يعني فحص الكوليسترول في الدم، نسبه الدهنيات في الدم. بلاحظ تعب وخمول وهاي الامور. طبعا بنلاحظ كمان تمزق بالاوعيه نعم، الدمويه، تكون خثرات دمويه احيانا، يعني هاي هي الاعراض الممكن ان واحد يشك فيها، فعلى طول ينتبه لنفسه وما يترك نفسه عشان ما تتفاقم المشكله ويدخل نعم. بمخاطر هو بغنى عنها. هل المكملات الغذائيه ممكن تساعد ولا ممكن تضر؟ المكملات يعني زي الغذائيه الفيتامينات وزي هاي. هلا هي اكثر شيء الاوميجا 3 ممكن انها تسهم بدور منيح، يعني اذا للكوليسترول النافع. للكوليسترول النافع، لانه الاوميجا 3 مفيد جدا، يعني اذا الشخص ما قدر يتناوله ويحصل عليه من اكله الموجود طبعا بالاسماك وبالزيوت النباتيه مثل زيت بذر الكتان وهيك، ممكن يلجأ للمكملات الغذائيه اللي هي حبوب السمك كمان، هذول مفيدين، يعني ممكن يساعد الشخص. طيب هلا هبه، في اغلب الناس ماشي نحكي الكل، لكن في ناس عندهم كوليسترول بروح بعملوا فحص والدكتور بوصف لهم دواء، بالاضافه لهذا الدواء انه بخففوا من الاكل المشبع بالدهون، لكن لما بعد فتره يروحوا يفحصوا بلاقوا الكوليسترول عالي. وين المشكله بتكون؟ هلا هو بتكون مشكلة عندهم، يعني ما أخذوا كل يعني ما اتبعوا بالحذافير. نعم بالضبط، يعني دائما الشخص اللي بيعاني من الكوليسترول لازم ينتبه. مريض الكوليسترول بيكون معرض لا سمح الله لذبحات صدرية، سكتات دماغية، تضيق بالشرايين، يعني هاي أمراض خطيرة، يعني لازم ينتبه، فهي مشكلة كتير خطيرة وحساسة. نعم صحيح. فمش لازم يتهاون أو يقول إنه لا أنا ما بدي أحرم حالي، ما بدي أنتبه، بدي أضلني أكل بطريقة، في كثير ناس بيحكوا ما بدي أحرم حالي. فلازم يكون كتير يعني شديد حريص على نفسه وحريص باختياراته للأكل، يعني يحرص إنه المقالي، الأطعمة الدسمة، الحلويات يتجنبها، يلغيها من نظام أكله، يعني معلش يخفف منها، يعني ممكن قدر المستطاع يلجأ لبدائل منها، بدل الحلويات يلجأ للمهلبية مثلا، حليب قليل الدسم بدل الحليب كامل الدسم، يتناول مثلا، يخفف من اللحوم الحمراء، يحاول يركز على السمك والدجاج بنسبة أكبر. السمك لأنه في أوميجا 3 كثير منيح، يعني السمك خصوصا، السمك لازم، يعني مريض الكوليسترول ما يقل عن 3 مرات، 2 لـ3 بالأسبوع. والسمك بأنواعه فاتن، يعني ممكن ياخذ سمك التونة. بدي أقول لك التونة في بزيت وفي بمي، اللي بمي منيح أحسن. يعني مش شرط هو ياخذ البزيت، لأنه الزيت هذا بيكون زيت نباتي مضاف، يعني هو لو صفى وأخذه أو أخذ اللي بمي وتناوله وحط هو زيت من عنده مثلا، زيت زي زيتون او هيك، بكون برضه حصل على النتيجه. أكيد. لانه الاسماك غنيه بالاوميجا 3 وطبعا غنيه يعني بالاحماض المفيده طبعا، غير انه مثل سمك التونه، السردين، سمك السلمون، اسماك الفيليه ممكن يشويها كمان، يضيف لها البهارات، يضيف لها. بس الفسيخ لا بتوقع، الفسيخ اساس الملح. ملح كثير، واكيد في بحس في زيوت معينه ما بعرف من طريقه حفظه، يعني طريقه حفظه بتعرض لدرجه ملوحه عاليه، صح. وبالتالي بيؤدي لاحتباس السوائل كمان داخل اجسامنا، يعني فاحنا باثر على شيء ثاني. بالضبط، دائما نركز على الاسماك اللي هي زيتيه، يعني مثل السردين، سمك التونة، سمك الفيلي ممكن ناخده. طيب كمان السلمون. هبة اللي ما بيقدر يلعب رياضة، عنده آلام في الركب، في ثقل معين ممكن بالمفاصل، من وزن، من إشي، كيف بيقدر يعني يستبدل المشي برياضة تانية بحيث أنه يقدر يخفف من الكوليسترول؟
يحاول مثلا هلا اذا هو ما بيقدر، احنا ما بدنا اياه يركض او يعمل اشياء عنيفه، ممكن انه رياضه المشي او مثلا يعمل تمارين بسيطه هو بنفسه بالضبط، يسبح مثلا، يحرك تمارين خفيفه يعني هو يقوم فيها في البيت، يعني تمارين للمعده، تمارين للايدين، يعني كنوع من لياقه ومحافظه على الشكل. نعم. والسباحه مفيده جدا طبعا لانها بترفع بالضبط، بترفع الوزن وبتزيد نسبه الكوليسترول الجيد الاتش دي ال وبتحرق السعرات. لا خلينا نوضح ولا طعم بحديثك، مش بترفع الوزن يعني ترفع على الميزان، لا بس بصير خفيف بالمي، بطفو الشخص على بطفو، بصير يعمل التمارين بطريقه انها ما تاذيه يعني بالضبط، خصوصا المفاصل وال بالضبط. وفي بعض النوادي كمان عندهم يعني زي اجهزه بنلاحظ انها برضه ما فيها كثير جهد، يعني هي زي ما قلت زي سباحه ولكن سباحه هوائيه، صح. يعني بتحرك عضلات معينه للايدين للمنطقه الاجرين الفخذ، فهاي كمان نعتبر زي سباحة هوائية موجودة كمان بعض الأندية، ممكن إنه يلجأ إلى هو يعني. طيب هلأ هبة، شو رأيك في اللي بياخد دواء الكوليسترول بس ما بيلتزم بنظام غذائي صحيح؟ الدواء طبعا رح يسيطر على الكوليسترول، بس بالمقابل احنا ما بدنا يكون نظامه الغذائي يعني سيء لانه المشكله رح تتفاقم، حتى لو بياخذ دواء هو بضبطها ولكن يعني بيكون معرض لامراض ثانيه مثل السكري اللي هو برضه يعني خطير برضه، ويعني دائما الكوليسترول والسكري وزياده الوزن، هاي الامراض الثلاثه بنلاحظ انها متشابكه، يعني هي زي مثلث يعني مع بعض، دائما زياده الوزن زيادة محيط الخصر بيكون معرض لارتفاع السكري، والسكري كمان طبعا بيرتبط بزيادة الدهنيات، صح. يعني دائما دائما هاي الأمراض الثلاثة بتكون متصلة في بعض، فإحنا مش إنه ناخد دواء معناته ناكل دهون، لا، لازم نعمل بالانس، لازم نراعي نظام صحي، نمط غذائي مختلف على أساس تحسينه، يعني إحنا نقلل دائما تقليل وليس الحرمان. أكيد. طيب نصائح منك في نهاية لقائنا معك هبة، نصائح عامة اللي عم بتابعونا بهالصباح الخير، وكمان إذا حابة تذكر رقم تليفونك اللي حابة تواصل معك أو إيميل، فمعاكي مجال كمان تحكي. أكيد، تسلمي فاتن. دائما طبعا من أهم النصائح اللي بنحب أنه نحكيها لمرضى الكوليسترول أنهم يحاولوا دائما يركزوا على الخضرة، على الفواكه، على القشور كمان زي ما حكينا الموجودة بالحبوب، بالبقوليات، بالفاصوليا، العدس، ودائما يأخذوها يأمنوها بمتناولهم للأطعمة. حتى بالنسبة للقشور ممكن أن البطاطا مثلا نطبخ يعني نفسها نقطعها ونطبخها بقشرتها، هذا الإشي مفيد جدا، يعني بدل ما تكون مقلية ممكن انه احنا قشرتها تكون مغسولة بطريقة منيحة ونشويها شوي، القشرة نفسها غنية بالالياف اللي بتبطئ من الكوليسترول، فدائما يحاولوا يعني ياخذوا من هاي الشغلات. طبعا دائما نركز على الاوميجا 3، الاوميجا 3 مفيد جدا، يحاولوا يوفروه بشكل يومي خصوصا لمرضى الكوليسترول. اللي ما بياكل سمك ممكن زيوت حبة السمك، زيوت حبة السمك او ببذر الكتان، يعني بامكاننا احنا معلقه صغيره يوميا نطحنه عشان نستفيد منه بطريقه اسرع، نطحنه على مقدار اللي بدنا اياه، معلقه يوميا غني بالاوميجا 3، غني بالاحماض اللينوليك اسيد اللي هي بتخفض الكوليسترول السيء، ونضيفه باللبن، بصحن اللبن، بالسلطه، بذر الكتان مصدر كثير ممتاز للاوميجا 3، حتى منيح اللي عندهم امساك بالضبط، غني بالالياف اللي هي يعني ما بتفاقم مشكلة الإمساك، بالعكس هي بتعالج مشكلة الإمساك، صحيح. فيحاولوا دائما ياخذوا منها، ونحاول نستبدل منتجات الأجبان الصفراء والأجبان الشدر والكريمة وهي الشغلات بالضبط، منتجات قليلة الدسم، يعني حليب كامل الدسم ممكن بقليل الدسم، الأجبان الصفراء أو خالي الدسم، أجبان الصفراء نستبدلها بالأجبان البيضاء، جبنة القريش اللي هي قليلة الملوحة وقليلة الدهون، ودائما ممارسة الرياضة دائما، يعني نحاول بالضبط المشي على الأقل بمعدل نص ساعة يوم بعد يوم مفيد جدا يعني وبيساعد، وإن شاء الله بصير زي وزنك إن شاء الله. أنت بتديري بالك أكيد تحسبيها بالكالوري أكيد بحاول يعني أخلي نمط الصحي، يعني مثلا أعمل بالانس
يعني يوم أكلت وجبة سريعة حاول مثلا ثاني يوم المساء أخفف. والخضر والفواكه طبعا دائما يعني ما في غنى عنها، دائما أحاول. أكيد كل الشكر لك يا هبة. تحب أذكر أكيد رقم تليفونك وإيميلك للتواصل معك. رقم إيميلي هبة رصاص @hotmail.com، رقم تلفوني 079-669-7171. في معنى اتصال، هلأ بنرجع بناخد. ألو، صباح الخير. اليوم عم بسمع صوتي. ألو صباح الخير. يا صباح النور صاحي بدري عبد الله. نعم ولا إشي، تفضل يا عبد الله سلامتك. عبد الله الشوائف السماكي. أهلا وسهلا فيك يا عبد الله. الله يحييكم ونصب عليك ونصب على أختنا هبة ونصب. صباح الخير، يسعد صباحك. لو توطي صوت التلفزيون. الله، وكمان يعني حقيقة يعني دائما احنا بنحييك على الفقرة هاي اللي كل يوم خميس أستاذ فاتن. الله يخليك. وعلى دائما، وكمان بنحيي ست هبة دائما على نصائحك وعلى أخصائية التغذية اللي دائما احنا بنحييها حقيقة، واللي إجاباتها دائما شافية ووافية لكل مشاهدين قناة نور مينا. تسلم أخ عبد الله. بس بدي أسأل بالنسبة لمكمل للمكملات للمكمل. نعم سامعينك معك احنا. بدي أسأل المكملات الغذائية لبناء الغضروف يعني حقيقة أستاذ فاتن. نعم. فهل يعني شو تنصح الأستاذ هبة، هو كا يعني هو فيتامينات أم غذاء أم غذاء، يعني هل هناك نصيحة فيتامينات أو أكل بالنسبة يعني هل هناك مكملات غذائية لبناء الغضروف؟ وصلت معلومتك. فيتامينات، تنصح فيتامينات أم غذاء؟ ونحن بنحييكم دائما وبنحيي اخونا ماهر العماير وكل مشاهدين قناه نور مينا، ودائما بنصب على سيدنا وبنحيي سيدنا والعائله الهاشميه. أكيد. وعاش الاردن ملكا وشعب. وشكرا، شكرا كثير يا عبد الله السواعي من محافظه عجلون. عم بسال سريعا هبه انه عشان الغضاريف وهي الامور، هل ياخذ مكملات غذائيه ويعني زي فيتامينات وما الى ذلك، ولا أكل من الغذاء الطبيعي يعني؟ دائما بفضل من أكله ومن طبيعة الغذاء أفضل طبعا، لأنه دائما لما هو يوفر الحصص المتناولة بالأطعمة بتكون طبعا كمصادر أفضل. يعني هلأ هو ممكن طبعا إذا عنده مشكلة بالغضاريف يركز على البروتينات بنسبة منيحة، خصوصا المرأة يعني مرأة الدجاج، مرأة اللحمة يطبخها كشوربات مفيدة. هاي الطبقة الجيلاتينية الموجودة بالمرأة بتبني يعني الأنسجة والغضاريف وبتساعد على التئامها وعلى تقويتها. فهو يحاول دائما يعني يركز على الشوربات والأطباق اللي بتحتوي. الأخ عبد الله يعني أنا بفضل أكثر مما يلجأ للمكملات. هلأ في بعض الحالات إذا كانت مشكلته كتير صعبة ممكن يعني يلجأ لحبوب معينة، لحبوب أو فيتامينات أو فيتامينات. نعم. شكرا كتير يا هبة. بدك تعيدي مرة تانية رقمك على السريع. رقمي موبايل 079-669-7171. سهل الرقم. وإيميلك عشان تواصل عبر الإنترنت. إيميل هبة رصاص HEBA RASSAS @hotmail.com. شكرا كثير يا هبة، نورتينا اليوم. وشكرا كثير جيتك رغم هالظروف الجوية. تسلمي. طبعا الخير أمطار الخير. أمطار الحمد الخير. لله نعم. الحمد لله عشان تقضي على هالفيروسات، خلص انذبحوا الناس مرض. الحمد لله. الحمد لله كل شيء. مشاهدينا بنكون هيك وصلنا لختام حلقتنا وختامها مسك مع هبة. تحية كثير كبيرة لمخرجنا أحمد قبلاوي، فراس مياس، عبد الله الرقيبات، وكمان بغرفة البث محمد العديلي. تحية كثير كبيرة مني ومنهم لكم. نشوفكم على خير يوم السبت إن شاء الله. وما تنسوا بعد برنامجنا هلأ في لقاء مع مسيو خليل. جيت بوقتك يا خليل للقاء.